هالجمال القديم. من كثر التعليقات انا عاده ما ارد، بس كنت جالسه مع اقرب الناس لي، فقعدت قلت شو رايكم في هالكلام؟ انا اول مره تعليقي ضحكني بهذا الشيء، حتى يوم عرضته قبل شوي ضحكت من قلب. ابي افهم وش الجمال، يعني جمال قديم وجمال جديد للاسف. يعني والله هذا اللي انا قدرت عليه، ما اعرف وش يبون اوصل له، او انه الجمال الحديث او الجمال او ابديت، سوي ابديت. ما فهمت هذا الشيء، فضحكني هذا الكلام. طيب بتسويتي ابديت بالمناسبه؟